من حضراتكم وانا جاهز نرد على اي اسئله. اتفضل يا فندم. اتفضل احمد. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. في البدايه اسمح لي ان انا اهني قواتنا المسلحه بهذه النتائج. يعني في 4 اسابيع احنا شفنا الحقيقه في كل البيانات اللي اصدرتها القوات المسلحه وفي المؤتمرات الصحفيه اللي حضرتك عقدتها هذا الكم من النجاح اللي احنا حاسين بيه كلنا في الشارع المصري. سؤالي يا فندم، حضرتك انهيت المؤتمر ب نقطه مهمه جدا وهي تتعلق بالاعلام الخارجي ومحاولات بث رسائل سلبيه. واحنا عارفين ان الحرب على الارهاب اساسا في جوهرها هي حرب مدعومه من الخارج ومن عناصر خارجيه عن الدوله المصريه. السؤال هنا ان هل صور الدعم ما زالت مستمره؟ احنا عارفين الدعم اللوجستي انقطع لان الحدود تم السيطره عليها، لكن هل في وسائل اخرى لدعم هذه الجماعات التكفيريه الموجوده او بقاياها في مناطق سيناء؟ شكرا جزيلا. انا احمد السرساوي من اخبار اليوم. اهلا بيك فندم. طبعا يا فندم احنا قلنا ان احنا العمليه الشامله على كافه الاتجاهات وليس في شبه جزيره سيناء فقط، وكان الغرض الرئيسي هو تطهير شمال ووسط سيناء بالاضافه لقطع اي طرق امداد للعناصر الارهابيه ومنع انتقالها وخلق بؤره جديده. طبعا يا فندم في هذا السياق تم القبض ورصد العديد من العناصر الارهابيه اللي بتحاول تنضم او تهرب اسلحه وذخائر للعناصر المتواجده في شبه جزيره سيناء، واحنا قلنا يا فندم ان تم تدمير عدد من العربات المحمله بالاسلحه والذخائر على الحدود الغربيه والجنوبيه، بالاضافه ان احنا ما زلنا طبعا بنكتشف في فتحات انفاق على الشريط الحدودي وبيتم التعامل معها لقطع اي طرق امداد للعناصر الارهابيه والتكفيريه والقضاء عليهم وخاصه في شمال ووسط سيناء. اتفضلي يا فندم. اشكر حضرتك يا فندم. مها سالم، بوابه الاهرام. حضرتك عارف يا فندم ان احنا بنتكلم دايما ان تنميه سيناء بتحتل اهميه قصوى في استراتيجيه الدوله للتنميه المستدامه. واعلن السيد الرئيس خلال الاسبوع الماضي عن تدشين عدد من المدن في شمال سيناء في رفح الجديده وسلام في شرق بورسعيد. عايزين نطمن، هل تاثرت معدلات الانجاز في المشروعات التنمويه في شمال سيناء خاصه وفي سيناء عموما بالعمليه الشامله سيناء 2018؟ شكرا يا فندم. حاضر يا فندم. طبعا يا فندم احنا في سيناء احنا بنعمل حوالي 290 مشروع للتنميه والتطوير في شبه جزيره سيناء، انتهينا من 134 مشروع وما زال جاري استكمال 156 مشروع. بالتوازي يا فندم مع مناطق العمليات العديد من المشاريع التنمويه بتجرى على الارض وبيتم العمل بها سواء المزارع في بورسعيد او بعض الطرق المتواجده في شبه جزيرة سيناء عامة أو المدن السكنية والبيوت البدوية. في مناطق العمليات في يا فندم العمل بس ببطء شوية طبعا نظرا لسير العمليات في شمال ووسط سيناء. اتفضل يا فندم. محمد زهران، قناة الشاهد الكويتية. ربما يا فندم في الآونة الأخيرة يعني الحدود المصرية الغربية كان هناك يعني العديد من المحاولات، إحباط عدة محاولات لاختراق هذه الحدود. السؤال هنا تحدث عن هل هناك نية لدى القوات المسلحة المصرية للقيام بيعني حملة استباقية أو ضربة استباقية خارج الحدود في الفترة المقبلة لضرب هذه العناصر التي تحاول من حين لآخر يعني زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية من هذه الناحية؟ شكرا يا فندم. طبعا يا فندم احنا بنحترم سيادة الأراضي الليبية وسيادة الدولة الليبية على أراضيها، ولا يتم طبعا اختراق أي الحدود الليبية. والعمليات الاستباقية اللي كانت حصلت قبل كده دي كانت حصلت نتيجة العمليات الإرهابية ضد المصريين الأقباط المتواجدين في ليبيا أو استهداف الكنائس، وده تم الإعلان عنها وكان بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية الليبية والجيش الوطني الليبي. احنا الجيش الوطني الليبي يا فندم بيتعاون معانا في تامين الحدود الغربيه واي تهديدات مشتركه بالنسبه لتامين الحدود، واي استهداف لينا لعربيات او محمله باسلحه وذخائر بيتم بعد عبورها خط الحدود الغربيه. اتفضل يا فندم. تامر نصرت، مراسل قناه العربيه.
وقناة الحدث. كنت أنوي أسأل سيادتكم عن مسألة إذا كنتم رصدتم إمدادات الجماعات الإرهابية. حضرتك فعلا ذكرت أن تم بالفعل ضبط محاولات تهريب، فنريد تفاصيل أكثر، تهريب عتاد، تهريب أفراد نحو منطقة العمليات، وبالتالي هل الآن نتعامل مع عدد محدد من الجماعات الإرهابية فتم تحديد موعد جديد لنهاية العمليات، أم لا تزال الحرب مفتوحة؟ شكرا. طبعا يا فندم، هو بالنسبة طبعا العمليات ما زالت مستمرة لحين تحقيق الأهداف من العملية، والأهداف الرئيسية من العملية هي تطهير شمال ووسط سيناء من العناصر الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار لأهالي سيناء المتواجدين في المناطق شمال ووسط سيناء. فطبيعي العمليات مستمرة لحين تحقيق الهدف من العملية. يا فندم، طبعا احنا العناصر اللي متواجدة على تأمين المنافذ الحدودية سواء منافذ المعابر على قناة السويس أو الحدود الغربية والجنوبية، تم اكتشاف طبعا عديد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر أو عناصر إرهابية، وتم التعامل معها، وبنعلن على حضراتكم أول بأول العمليات دي. تفضلي يا فندم. نوع حسين، مؤسسة الأهرام الصحفية. البيان الأول 9 فبراير، حضرتك طالبت الشعب المصري بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب، فهل بالفعل خلال فترة العمليات الأربع أسابيع تم تجاوب شعبي قوي مع قواتنا بما حقق أهداف على مستوى كافة المحافظات؟ حاضر، شكرا حضرتك. طبعا يا فندم، احنا خصصنا 11 رقم في كافة المحافظات المصرية لتلقي اي شكاوي من الاهالي او اي بلاغات من الاهالي ضد عناصر ارهابية او تكفيرية. وطبعا بمناطق العمليات ان اهالي سيناء متعاونة معانا تعاون كامل بتوفير معلومات دقيقة عن اماكن البؤر الارهابية والمتواجدة فيها، سواء داخل مناطق سكنية او في بؤر في الظهير الصحراوي أو في المناطق الجبلية. أما بالنسبة للاتصالات التليفونية من المناطق الأخرى، ده طبعا يا فندم بيتم الأول بحث والتحري عن الشكوى قبل اتخاذ أي إجراء وإحالة الشكاوي إلى الجهات المختصة. في طبعا عديد من الشكاوي كانت إيجابية، والبعض الآخر بيتم فحصها عن طريق الجهات المعنية. تفضل يا فندم. رام إبراهيم، مؤسسة المشهد. حضرتك، ما هي الإجراءات المتبعة لضمان عدم عودة العناصر الإرهابية الفارة إلى المناطق التي تم تطهيرها؟ إحنا فندم، المناطق السكنية اللي بيتم تطهيرها أو الزراعية، القوات الشرطة المدنية بتعيد الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وبتتواجد فيها وما بتغادرهاش. أما البؤر الإرهابية اللي بيتم تطهيرها، فطبيعي يا فندم بيبقى قوات متواجدة فيها، وضمان عدم وتطهير كافة الطرق والمدقات والألغام أو العبوات النسفة اللي بتتزرع حوالين المنطقة، وإعادة الحياة الطبيعية إلى الأهالي المتواجدين في المناطق. وفي يا فندم بعض طبعا المناطق السكنية أو الأحياء دي تم التعامل معها، وقوات الشرطة متواجدة فيها لضمان عدم عودة أي عناصر إرهابية مرة أخرى إلى البؤر الإرهابية. تفضل يا فندم. أحمد بدر من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. يعني بداية حضرتك في بداية الشرح يعني وجهتنا لفكرة انه القوات المسلحة تمكنت بالكامل من قطع كافة مصادر تمويل هذا التنظيم، او على الاقل مصادر امداده، سواء في الطرق الرئيسية او المدقات او السلاسل الجبلية. يعني هنا ممكن الامور تتشابه شوية مع عملية تحرير الموصل شفناها خلال السنة اللي فاتت يا فندم. ده هيقودني بس لسؤال، هل العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء الآن يعني وصلت لفكرة تسليم أنفسها للقوات المسلحة، وهل القوات المسلحة تتيح لهم هذه الفرصة في الوقت الحالي أم لا؟ هو طبعا يا فندم، أي حد هيسلم نفسه للقوات المسلحة طبعا هيتاخذ معاه الإجراءات القانونية، وإحنا قلنا في الأول إن إحنا بنراعى حقوق الإنسان والتعامل حتى مع العناصر الإرهابية في مناطق العمليات، فطبيعي اللي بيسلم نفسه ده بيتخذ معاه إجراءات القانونية. وإحنا قبضنا على عدد كبير من العناصر التكفيرية أثناء تبادل إطلاق النيران، وهم بحوزتهم أسلحة بيطلقوا النيران على القوات. إحنا فندم طبعا بنراعي جدا في شمال ووسط سيناء الحياة الأمنة للمدنيين، وإحنا بننفذ العمليات
يعني احنا بننفذ عمليات داخل المناطق السكنيه ومداهمات على الارض وتفتيش مناطق، وبيبقى في عبوات ناسفه وفي تبادل اطلاق النار، والراعي جدا عدم المساس باي حياه مواطنين. والحمد لله خلال الفتره السابقه القوات محافظه جدا على حياه المدنيين، وان شاء الله طبعا ده مستمر معانا لان ده من الضوابط المحدده للعمليه اللي احنا شغالين فيها. ماشي فندم، اتفضل. احمد مصطفى من قناه الغد، بس سؤالي بخصوص التحقيقات التي تجرى مع من ثبت بالفعل تورطهم في العمليات الارهابيه ضد القوات المسلحه او ضد حتى المدنيين. هل من الممكن الان او الوقت المناسب في هذا التوقيت الاعلان عن نتائج بعض هذه التحقيقات، ومن الجهات بالتحديد التي تقف خلف هذه الجهات الارهابيه الموجوده على ارض سيناء، وايضا في ظل محاولات تشويه صوره الجندي المصري كيف تبدو الروح القتاليه لدى الجنود المتواجدين على ارض سيناء؟ شكرا. حاضر يا فندم. طبعا احنا الارقام اللي احنا اعلناها القبض عليها، احنا قلنا برضو ان تم الافراج عن عدد كبير من العناصر اللي تم القبض عليها، واللي باقي من العناصر في منها جزء برضو جنائي وموجود عليه احكام، وده تم تسليمه للجهات المختصه لتنفيذ الاحكام الخاصه بالعناصر، والباقي يا فندم ما زال التحقيق جاري معاهم، سواء عناصر تكفيريه او مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيريه. وطبعا يا فندم احنا في اجراءات تحقيق، فلو في مساحه لبعد انتهاء اجراءات التحقيق بما يسمح ذلك ان شاء الله هنعرضه على حضراتكم. احنا بنطمنك يا فندم من الروح المعنويه لاولادكم، اولاد المصريين من ابطال القوات المسلحه والشرطه المدنيه عاليه جدا، يمكن حتى العناصر المصابه من العمليات رفض ان هي تنزل تاخد اجازه علاج او حاجه من هذا القبيل، ومصممه ترجع العمليات، لكن طبيعي احنا صحتهم اهم بالنسبه لنا. وكان قبل كده احنا عرضنا على حضراتكم ان الجنود اللي كانت خارجه 1-3 هي اللي طلبت ان هي تفضل موجوده لتنفيذ العمليات، ويمكن طالبين تاني ان هم مش يكتفوا بالشهر اللي تم المد ليهم، انهم روحهم مقتنعين يا فندم باللي بيتم تنفيذه، ومستمرين ومصممين على دحر الارهاب في شمال وسط سيناء قبل ما يخرجوا من القوات المسلحه. اتفضل يا فندم. منال ماجد، الإذاعة المصرية، إذاعة صوت العرب. ربما قدر مصر أنها في قلب العالم منطقة استراتيجية ينالها الإرهاب، هي مسرح لعمليات أو تمركز الإرهابيين، ولكن العملية الشاملة سيناء 2018 هي عملية ليست فقط للدفاع عن الأراضي المصرية، ولكن هي ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. نعرف أن هناك دول وأجهزة مخابرات تقف وراء هذه العمليات الإرهابية، ولكن هناك أيضا دول صديقة وشقيقة لمصر، أيضا بالتأكيد هناك تعاون، نريد أن نبرز هذا التعاون يا فندم إذا كان يوجد تعاون للقضاء على الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأكملها. شكرا يا فندم لحضرتك. طبعا يا فندم احنا القوات المسلحة والدولة المصرية بتتعامل مع كافة دول العالم ودول المنطقة في مجابهة الإرهاب، وفي تبادل معلومات مستمر مع كافة الدول الصديقة ودول المنطقة عن حركة العناصر الإرهابية وطرق انتقالها أو محاولة انتقالها داخل الأراضي المصرية أو تهريبات أسلحة وذخائر، وده احنا مستمرين فيه طبعا يا فندم، والعالم كله يا فندم بيدعمنا في حربنا ضد الإرهاب. ماشي فندم، اتفضل يا فندم. محمد الجزار، مجلة روزا اليوسف. كنت من فضلك عايز اعرف تفاصيل دعم الاهالي في سيناء على مدار الاربع اسابيع للعمليه، لان هناك بعض الشكوى من عدم وجود بعض السلع الغذائيه ومشاكل مع وزاره التموين في توفيرها. حاضر، شكرا. احنا فندم منذبيت العمليات، واحنا جميع الاهالي او المناطق المتواجده في العمليات اللي موجود فيها اهالي في العمليات بيتم توفير حصص تموينيه لاهالينا لسد احتياجاتهم التموينيه. ده بالاضافه يا فندم ان احنا فتحنا المنافذ الخدمه الوطنيه للسلع او المنتجات الاخرى، واحنا الاسبوع الماضي يا فندم كان الفتره الماضيه كان في مؤتمر للسيد محافظ شمال سيناء مع السيد وزير التموين لبحث طرق الامداد او المنتجات اللي محتاجاها الاهالي في سيناء، وتم يا فندم تامين قوافل او شاحنات بالسلع اللي كانت محتاجاها الاهالي سواء من خضروات طازه او منتجات البان لتخفيف اي اعباء عن الاهالي في مناطق العمليات. اتفضل يا فندم. سياده العقيد تامر، انت حضرتك ذكرت في عرضك النهارده
محمد ابراهيم موقع صدى البلد. حضرتك ذكرت في حضرتك النهارده انه تم تدمير 2 مركز اعلامي و2 مركز ارسال. هل المراكز ديت كان خاصه بمخاطبه العناصر الداخليه الارهابيه جوه سيناء ولا بيتاخد منهم تعليمات والتواصل مع الجماعات الارهابيه اللي خارج منطقه؟ حاضر يا فندم. طبعا يا فندم احنا شفنا من ضمن المراكز الاعلاميه كان مركز الارسال، كنا شفنا يا فندم الهوائيات بتاعته كانت على ارتفاعات عاليه. طبعا يا فندم كان في تواصل ما بين العناصر الارهابيه المتواجده في سيناء سواء مع العناصر الاخرى المتواجده في شمال وسط سيناء او مع العناصر الداعمه لها من خارج الاراضي المصريه. شكرا يا فندم.